ايوه يا صابر، اديني واقفه اهو يا اخويا مستنيه اي عربيه تعدي تخبطني عشان اجيب منها قرشين. الله يخرب بيتك يا صابر، موقفني في عز الحر. ادعي لي بس ربنا يكرمني. ايه ده ايه ده، صدق استنى، في عربيه فخمه جاي. ادعي لي بقى، ادعي لي والنبي. الهي يا رب العربيه دي تدهسني واموت عشان تاخد فلوس قد كده انت وامي وتتبسط. سلم. هو ده كمان استغلال الموقف والذكاء. ايوه يا فعلا يا سامح، انا لاحظت في الفتره الاخيره ان انا مستوى ذكائي ارتفع. واضح. بس بقول لك يا كاميليا، انا شريكك في الخبر ده. انا شريكك في الخبر ده طبعا يا سامح. طبعا ده انت صاحبي وحبيبي يا سامح. تعهديني عهدك يا ننجح سوا. ينجح لوحدي والنعم التاريخ معاوي. انت اللي جابك قدام العربيه. نصيبي يا اختي، نصيبي. ما كنتش اعرف ان دعوتي مستجابه بالشكل ده. منك لله يا صابر، منك لله. صابر مين؟ هو ده وقته يا اختي، هو ده وقته. وخليني في رجلي اللي مش عارفه احركها دي. انا عايزه الاسعاف، انا عايزه الاسعاف. بص قدامكم الكاميرا ما تشربوش غلابه. غلابه ايه والله العظيم؟ ما قصدي انا، ما انا كنت في حالي. هي اللي نطت قدام العربيه مره واحده وكانت بتتكلم في الموبايل. مش تاخدي بالك وانت ماشيه، تاخدي بالك. خليكوا شاهدين، خليكوا شاهدين. انا خبطتني في رجلي المكسوره اهي. يا كدابه يا بنت الكدابه، هو انا لمست رجلك اصلا؟ طب انا عايزه البوليس، انا عايزه البوليس. لا 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 لا، خلاص خلاص البوليس. لا انا تحت امر حضرتك، اللي انت عايزاه هعمله لك. مفيش حاجه يا اختي تقدر تعوضني عن رجلي ابدا. اعمل لك ايه؟ هجيلي انا اشوفهم قبل ما اموت. حاسه ان انا هموت. لا تموتي؟ لا والنبي. ايوه يا اختي اموت، والحكومه هتجيب لي حقي اكيد، واكيد هيعدموكي. يعدموني؟ ده اقل واجب يا اختي، اقل واجب. ويا ريت ده هيشفي غليلي لو مت. في ايه يا انجي؟ علي فوتي يا في ايه؟ انت بتستقبل يا علي؟ ما انا قلت لك على التليفون، شوف لك حل في المصيبه دي، شوف لك حل. انت مين يا انسه؟ انا المصيبه يا عسل. شوف الواوا وريني كده. في ايه يا علي؟ انت قاعده تساير معايا؟ بتقول لك ممكن يعدموني. يا لهوي يا لهوي، اعدام اعدام ايه يا انجي؟ بس ما البنت سليمه اهي. يا رجلي. انا عايز البوليس، انا عايز البوليس. بوليس لا يا علي، بوليس لا. بص يا انسه مديحه. مديحه يا عسل، عسل في عينك يا بنت انتي، ما تلمي نفسك. يا رجلي. بص يا انسه مديحه، احنا مش هنوديكي مستشفى، بس احنا هنعالجك علاج احسن من في المستشفى. ايه ده ليه؟ هو انتوا دكاتره؟ لا بس هنجيب لك دكاتره. ايوه وكده اظن ابقى خلصت ذمتي. انا عايز البوليس يجي يقبض على الست دي ويعوضني. لعلمك بقى، لو البوليس دخل في الموضوع ده انت ما تعرفيش انا ممكن اعمل ايه. انت ما تعرفيش انا مين. استني بس يا انجي، انا هعوض. بس انت ما خبطتنيش يا عسل. تاني يا عسل، انت بتغزيني يا بنت انت. هتفرق معاكي ايه؟ ما هو انا ومراتي واحد. مراتك؟ ايوه يا اختي مراته. وبيقول لك انا ومراتي واحد. توجذر ها؟ عندك اعتراض؟ يا خساره، هي الوطه فاكرني من الواد صابر. طب حس كده بقى، يبقى التعويض يبقى عالي، يزيد ما يقلش، وكل تكاليف العلاج عليك. اتفق. وبعدين يا علي هنتصرف ازاي؟ هقول لك في البيت يا انجي. يلا يلا. انجي وعلي، امال فين البرنس علاء؟ الشرخيص. يا رجلي. يلا يا اختي تعالي اطلعي من هنا. علي. يا دغري. خير يا ست انجي؟ مين انت يا استاذ علي؟ يا اخويا بدل ما تزعل ما تيجي تشيل معايا. لا لا، انا ما حدش يشيل غريب يلمسني. شيل انت يا استاذ علي. نعم يا اختي، على اساس ان استاذ علي من بقيه عيلتك. مش هتعرفني في العربيه. يا سلام، عاجبك كده؟ طب انا مالي؟ عامل ايه يعني؟ يعني ايه انت مالك؟ ما انت اللي شجعتها
عملت انسها وتنام اهي، عايزاك تشيلها. مين الوجه الجديد ده؟ انت هتقعد تحكي شيل مع مغاول؟ لا شيلوني بحنيه، انا ماما تعبت فيا. لا ما تتحمريش عليا، لاجل عليك الجلابيه. بس انت وهي، انا اللي هشيل الوليه. غطوني وصوتوا عليا. بتقولي ايه يا نج؟ ابدا يا حبيبتي، بقول سلامتك يا عنيا. مين دي يا ست انجي اللي بتقول لك يا انوج؟ قريبتك؟ قريبتي ايه؟ دي منظر واحده قريبتي؟ هذه مصايب بتتحدث علينا. ماشي يا انوج. عندي بيت ام فاروق. هاي هاي الشجرات راحت برقوق. هاي هاي بيتك انت. انت شلت اللوز؟ من وانا قد كده، من وانا في ابتدائي. دي برضو ليها ميزه وعيب. ده يلعب. انت اسمك ايه؟ مديح. وانت؟ انا سمير. سمير يا حلاوتكم. تحبوا اجيبوا واحد ليمون اتنين شفاط؟ الحقيني يا رجاء. سمير لم نفسك. حبيبتي البنت مسكينه، دي مشكله. بس وبعدين انا امراض نسا زي ما حضرتك عارف، دي محتاجه دكتور عظام. جايبين لي دكتور نسا؟ ليه؟ هولد؟ ربنا ينشعك بالسلامه يا حبيبتي. طب والحل؟ الحل ان يجيبوه تودوه عند دكتور عظام احسن. انا اعرف دكتور عظام هايل، هجيبه لك. لا يا اختي انا كده ما اثقش فيكوا خلاص. في ايه يا بنت؟ هتعمري علينا؟ انت ايه؟ قومي يا سمير، قومي يا حبيبي، القعده دي ملهاش لازمه عندنا. قوم قوم يلا. ان شاء الله هتبقي كويسه. خلاص يا سمير. معلش اتلم يا بنت. ادعي لي سمير. ايوه عايز حاجه من بره؟ هتديها حقنه قبل ما نمشي ولا ايه؟ لا دي ما تحتاجش حقن، دي لنا احنا. باي باي يا انجي. باي يا علي. باي باي يا سمير. باي يا مزه. بس المصيبه دي لوحدنا ولا ايه؟ مش عارفه يعني، مش عارفه. عايزه ايه يا حبيبتي؟ طلباتك ايه غير المستشفيات والبوليس والكلام ده كله؟ انا اكلم خطيب هو يجيب لي دكتور كويس. خلاص كلميه وخلصينا. هات التليفون. اتفضلي لما تشوف اخرتها. فتح منين ده؟ من عندك. جرس. مازال الجرس. ها استل الجرس. الو. ايوه يا دي يا صاب. ايوه انا مديحه يا حيوان. يو بكلمك يا واد من نمره تانيه عشان ما خلصش الباق. يا معفنه. ايه يا واد؟ اقف في حته فيها شبكه. يخرب بيت الحوار اللي انت فيه. ايه يا واد؟ الو هترجع. ايه يا صاب؟ لا خبطتني عربيه تانيه. لا 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 غير بتاعت امبير. ايه ده؟ بتتخبط كل يوم ولا ايه؟ لازم نتعود نتعامل مع الناس دي. بقول لك ايه يا ضيا صابر؟ هات معاك الدكتور زينهم. ها؟ هيا واد فهمني؟ الدكتور زينهم يا واد بتاع العظام. ايوه عشان يجبس لي رجلي. ايه؟ عشان يجبس لي رجلي يا واد. الدكتور زينهم. فاكر الشارع اللي خبطت فيه الشهر اللي فات من الراجل المقاول؟ الحق يا علي دي متعوده دايما. ايوه يا واد اللي كلت فيه العلقه. ايوه هو ده العماره بقى اللي فيها السوبر ماركت. اسال بقى على الاستاذ علي والاستاذه انش. ايه يا واد؟ هات الدكتور زينب معاه، وبهات لي البتاع الزبادي اللي بالقراصيا الجديد ده، حلو قوي. هات الدكتور زينهم. ماشي يلا مستنياك يا صاب. سلام انجي. انت لبستي خابور هندي. بس يا علي ما انت لبسته معايا. لا التليفون. سلام يا صاب. خلاص خلاص. اتاكدت يا صبر الباب مقفول؟ اتاكدت. طب ها تعالى هنا قرب. قربت. ها هنعمل ايه؟ مالكيش دعوه انا هتصرف، بس اهم حاجه تجاوبيني على انا عايز اعرفه. ايه؟ الواد زينهم التمرجي ده لبسناه دكتور ليه؟ يا لهوي امال عامل لي فيها ناصح وفاهم كل حاجه وهتصرف. انت غبي يا صابر، اكيد عايزه تفهم الناس اللي بره ان انا الدكتور. بسم الله ما شاء الله بيفكر وطور وبقى دكتور وبنجات وباي وتراي. فهمت. الله بس الواد زينهم التمرجي ده هيستفاد من ده كله ايه؟ الله يخرب بيتك يا دي يا صابر، الله يخرب بيتك يا ابني. افهم احنا كلنا هنستفاد. الناس اللي بره دي مش بتاعت نلم منها قرشين كده والسلام، لا
دي ناس عبيطه، يعني نستفاد منها على قد ما نقدر. يا بنت الايه، بس ازاي؟ ازاي وانا اللي كنت فاكراك فاهم وناصح حسبي الله ونعم الوكيل. يا ابني افهم يا ابني، انت هتجبس لي رجلي وهتطلع تقول لهم ان حالتي خطيره، تمام؟ تمام. وما ينفعش اتحرك قبل شهر، والا ايه؟ ايه هتحصل لي عاهه مستديمه. ايه عاده مستقيمه ازاي يعني؟ ده يؤذنهم. انا بفهمك بس. يا ابني اسمع يا ابني، اسمع يا ابني وركز كده، خليك معايا. احنا هنقول كده كده وكده. ايه هنقول كده كده وكده؟ ايه هنقول كده كده وكده؟ واحنا بنفهم كلام عادي لما تلعبك لنا الكلام؟ يا ابني افهم يا ابني، احنا هنقول كده كده وكده، يعني نستفاد منهم في الشهر ونلم اللي نقدر عليه ونخلع. انت بتفهمي حصان؟ ايوه ايوه انا فهمت فهمت، يعني نعمل عليهم حوار عشان ناخد منهم قرشين كويسين. الله ينور عليك جدع يا عصام. انت بتطبطب عليه، هو كلب لولو تصدقي سبعه. بس في حاجه بقى احنا نسيناها مهمه جدا. ايه؟ الواد زينهم التمرجي ده لبسناه دكتور ليه؟ اقتله ولا اعمل ايه؟ وبعدين يا علي هنعمل ايه في المصيبه اللي جوه دي؟ بصي يا انجي، احنا لغايه دلوقتي تحت رحمتها، فلازم نعمل لها اللي هي عايزاه لغايه ما نخلص من المصيبه دي. بصي يا علي، لو طلعت مكسوره فعلا نخلي الدكتور المريب اللي عندها جوه ده يجبسها ونديها قرشين ونجيب لها تاكسي لحد هنا يروحها بيتها، بس مفيش حد فينا يروح معاها. انت فاهم؟ فاهم يا حبيبتي، فاهم. شفتي يا علي منظر خطيبها والراجل اللي معاها الدكتور ده؟ شكلهم ما يطمنش خالص، شكلهم مريب قوي يا علي، مريب. طب هما طلعونا بره ليه؟ هو ايه اللي طلعونا بره ليه؟ يعني ايه يا علي؟ عشان احلها رجليها عشان يجبسوا؟ انت عايز تقف تتفرج؟ ما تتلم اتفرج عليه. طب قومي يا حبيبتي، خشي انتي، خشي يلا. حاضر، تعالى معايا يا علي، انا خايفه خايفه. يا ماما. خير يا دكتور؟ لا ده خير ان شاء الله، جالها كتر في الحوض فاضطريت اجبس لها رجلها. والله كتر في الحوض فجبت لها رجلها؟ الله، منكم لله علم المفتريه. بس خلي بالكم الحاله صعبه. لا يا، لازم الحاله تبقى صعبه خالص، يعني اذا كتر في الحوض وجبس لها رجلها لازم تبقى حاله صعبه. دي احنا كنا خلاص هنتزوج الشهر اللي فات. ايه ده، انتوا بتتزوجوا؟ ده الموسم بتاعكم؟ انتوا الزواحف ولا ايه؟ انت بتولد ولا بتبيض يا ابني؟ ممنوع الحركه خالص، الحركه خطر عليها خالص. خالص 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 خالص. ايه يعني؟ ايه يعني؟ المفروض تفضل في السقه الجميله دي وما تتحركش قبل شهر. ايه شهر؟ لا شهر ما ينفع، شهر كتير. لا انا ولا هستحمل يوم حتى واحد. ها انت صح، انا اللي يمكن اطمن عليها هنا شهر في حياله. ايوه انت صح، لعلمك ما تطمنش ابدا، لان احنا هنا مهملين جدا، ممكن اي حد فينا يدوس على الحوض كده ولا كده، القعده تطق. انا بقى اخدها معايا بقى المستشفى. وهو بالمره يعملوا لها تقرير بعلاج اكتر من 21 يوم، وساعتها تبقى جنايه. ايوه فكره حلوه. لا 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 لو سمحت، لا مفيش داعي للمستشفى والحاجات دي خالص، احنا ناخد بالنا منها هنا يا استاذ صابر. شهر شهرين، احنا الرعايه عندنا هنا ممتازه، صح يا علي؟ والقعده مش هتطق. تأمروني باي حاجه تانية؟ شكلنا اتدبسنا كده يا انجي. طيب لا متشكرين قوي يا دكتور، مع السلامه. مش عارف ياد يزينهم من غير ياد. ايه ياد دي؟ ايه يا دكتور زينهم من غيرك كنا هنعمل ايه؟ رجلي مدوحت يا حبيبتي. ايدك على 500 جنيه بتوع ايه؟ يا رجلك يا مدوحت يا حبيبتي، يا عيني على شبابك اللي هيروح في الشهر اللي هتقعديه هنا في البيت ده. علي علي اديني فلوس عشان يسكت. طب حاضر حاضر حاضر، اتفضل اتفضل. دول 500 جنيه دول مش عشاني. انا عارف دول عشان مصر، عشان الدكتور وتمن الجبس اللي هشوفكم كلكم في الجبس يا ابو عتب. خدي اللي يزينهم، ال 200 جنيه دول شبرة بيهم نفسك. 200 جنيه؟ انا شايفك بتاخد 500 جنيه ابو عتب. بقول لك ايه، بتمن الجبس اللي اشتريته، هتطمع خدهم، هتطمع خدهم. لا يا عم حلوين، انت ايه؟ يلا سلام سلام سلام. حبيبتي يا رجلك يا مدوحتي يا لهوي. والله لو كانت رجلي كنبة ما كنتش ولولت عليها كده. رجلي هتولع يا دي يا صابر، رجلي هتولع. معلش يا حبيبتي بس استحملي بس شويه، دول ناخد لنا قرشين كويسين، وبعدين يعني تحسساني انها اول مره. مش اول مره، بس عمر الجبس مولع في رجلي كده. ده انا يا دوبك دخلت الحمام نزلت على رجلي شويه ميه، حسيت ان لحمي بيتشوي. بيتشوي؟
يتشوي ازاي؟ ده انا جايب لك انضف نوع من عند جيبسون موان. الحيوان بيغشني؟ هو برضه اللي حيوان؟ اقول لك مكسوره تجيب لي جبس من عند الموان؟ ليه يا رب رزعتني بعيل كتيان يا رب؟ ليه يا ابني؟ بقول لك مكسوره، يعني المفروض جبس طبي من عند الصيدليه. هو انا اول مره اتكسر يا شيخه؟ انت محسساني ان انت مكسوره بجد؟ ما نفضح نفسينا بقى ونقول لكل يا استاذ احنا مش مكسورين. اسكت خالص، هتفضحنا. تسكت اسكت اسكت. يا شيخه استحملي شويه بقى. اهلا بك. مش تقوم تشني يلا شايفني واقفه وجاي اهو. انا بسندك اهو. متعبه نفسك كده يا اختي، ربنا يخليك. لا اقعدي ارتاحي يا حبيبتي، مش تسندها برضو. اهو اتفضلي يا حبيبتي. يلا اهو شهر ويعدي بقى ان شاء الله، وكلي وتغذي كويس عشان تخفي بسرعه والكل يرتاح. ايه طب هي هتتعشى لوحديها ولا ايه يا ست هانم؟ يعني مفيش كده حته فرخه علينا، حته ورك جنبينا، حته صدر يدفينا؟ ايه فوقينا وتحتينا؟ لا بصي، احنا تحتينا في خط 119 بيعدي، يا دوبك تلحق تروح علشان بيقفل بدري. يلا طيب اقوم امشي انا بقى قبل ما انطرد. ده فعلا اللي كان هيحصل كمان شويه. لا تروح فين وتسيبنا انا مع ناس اغراب؟ يا شيخه يعني هي اول مره. انت اتقابلت ولا ايه يا صابر؟ هو انا عمري بت عند ناس بره؟ اقصد يعني دول شكلهم ناس طيبين، دول حتى مش عايزيني امشي غير لما اكل معاهم. هو مش انت قلتي ان مامتك جايه؟ جايه بعد يومين، بس تكون فكت الجبس بس ومشيت من عند الناس اللي عندهم. نعم. اصل ماما تعبانه جدا وعامله عمليه خطيره جدا في المستشفى في رجليها، وان شاء الله باذن الله هتخرج بكره باذن الله. باذن الله يا حبيبتي يا ماما. سلامتها الف سلامه. واضح ان انتوا ما بتضيعوش وقت خالص. الحسد الحسد يا حبيبتي الحسد. انت هتقولي لي ده فلق الحجر وفلق ماما؟ ده فلقني انا شخصيا. طب يعني اقعد ولا امشي ولا اتعشى معاكم؟ لا في 119 مش هتلحقوا. روح ماشي بعد كده. طيب سلام. انا بقى مع السلامه. يا استاذه انجي حضرتك رايحه فين؟ لا معلش، انت عايزه اي حاجه تانية؟ انا هطلع انام في الريسبشن. ممكن معلش اطلب من حضرتك طلب اخير لو سمحتي؟ اموري. ممكن تاكليني؟ نعم يا اختي اكليني، محتاجه حنان الام. يا حياتي، بس انت ما شاء الله يعني ما تشلتيش اهو، رجليكي بس هي اللي اتكسرت. يعني انت مش هتاكليني؟ لا مش هاكليكي. انا عارفه انا عارفه انك مش هتستحمليني، وانا قلت بقى البركه فيكي، انت بقى اللي هتشيليني اليومين دول. يلا انا اكلم بقى الواد صابر يجي يوديني المستشفى وتبقى قاضيه ويحبسوكي. لا مديحه اخس عليكي يا حبيبتي. معقوله معقوله عايزه تاكلي؟ روحي من عينيا الاثنين. لعلمك بقى انت جيتي مليتي عليا البيت بجد. بصي انا سعيده قوي ان انت معايا، بس اكلك ده يا سلام حاجه بسيطه قوي قوي قوي. كلي يا حبيبتي، كلي كلي يا روحي. عايزه سلطه ولا شوربه؟ حسين هيعمل ايه؟ هيلحمها ولا يغريها؟ معرفش يعمل ايه، بس يعني يحول الموضوع لصالحي. وده ليه بقى ان شاء الله؟ معرفش، عشان انتي صاحبتي وعشان هو جوز صاحبتي، انا لازم استغلك واستغل ان هو ظابط. اخس عليكي يا انجي، انت عايزه تستغليني عشان انا صاحبتك؟
لا يا انجي لا، الاستغلال ده حرام جدا. عكس الاستغلال جميل. يا سلام كوكو. كاميليا ايه؟ الخبر نزلوا عليه اسامينا. الفلة جنب الياسمينة. واستاذ جميل وافق وحط صورة انجي وخبط البنت اللي انا مصورها بنفسي. الله وريني وريني اسمه. وريني اشوف. الله اسمه هو. اسمه وريني كده. اسمه هو يا انجي. انا اللي مصورها يا انجي. شفت اسمك صح. وانت اللي مصورها. وانت اللي كاتبه الموضوع يا كاميليا. ده انا صاحبتكم يا كلاب. انجي انت لسه قايله ايه دلوقتي؟ الاستغلال جميل. ايه رايك بقى؟ ايه رايك؟ عايز تعرف ايه رايك؟ ثانيه واحده انا هقول لك رايي. انا هقول لك رايي. انا بقى هستغلكم واديكم بالجاز. لا انجي انجي انا عايز اقول لك. لو النبي تعالى معايا. حبيبي. طب انجي انجي انت عارفه ليه انجي كده؟ شفتي سامح وكماليا؟ شفتي سامح وكماليا؟ شفته. ادخل شوفه انت كمان في المكتب. مايا اكل. مايا ازيك يا سامح؟ ازيك يا كماليا؟ علي وراح مين؟ ايوه هو يا سامح. هو علي. شايف يا علي؟ شايف انت عملت فينا ايه؟ شايف الوضع اللي بقينا فيه؟ وضع الحقيقة أنا كنت ناوي آخد حق مراتي. إيه؟ بس طالما واضع بقى يبقى أنا لازم أربيكم. لا بلاش يا علي. مديحة الله يحكمك يا مديحة. حسني حسني الثلاجة. ايه هنا يا اطفال جوه الثلاجة؟ انت يا ستت بتعملي ايه هنا؟ انت مين يا شابة؟ انا اللي مين يا شابة؟ انا صاحبة المخربة اللي انت عملتيها دي. دي ماما يا نو. ماما يا انوش. ايه ماما يا ايه اللي انت عملتوه في البيت ده؟ يا جسم ما حصلش حاجة. تعالي تعالي معانا. كل ده ما حصلش حاجة. كل ده ما حصلش حاجة. حرام عليكي. مالكيش دعوة بيها. كل يا حبيبتي مالكيش دعوة بيها. بقول لك يا ست انت اتفضلي خدي شوية الجرابيع بتوعك دول واطلعي برا البيت. وانت معاها برا. يا حبيبتي انا عيالي متربين احسن تربية يا ماما ودخلاهم احسن مدارس. طب وانا مالي دخليهم احسن مدارس؟ اتفضلوا بره بيتي. خلاص يا ماما بينا يا ماما نكلم صبري اللي ياخدنا. صبري يا بنت نامي يا بنت. صبري مقايل جوه شويه. صبر ايه؟ مقايل جوه شويه. كولي يا بنت مالكيش دعوه بيه. مقايل جوه؟ ايه مقايل جوه دي؟ انتوا احتليتوا البيت؟ شيطان. دي ايه؟ ايه الدوشه دي؟ مين بيزعق معاكم؟ الله صوتكم علقني. يا سلام صوتنا علق وكل الدوشه دي ما علقتكش؟ بقول لك ايه يا ذكر الجربوع المصري؟ انت تاخد خطيبتك الجربوعه دي وشويه الجرابيع الصغيرين دول وتطلعوا بره بيتي، يا اما هجيب لكم البوليس او البيئه. طيب انا بقى هخش انام شويه لحد ما البوليس يجي، وبالمره نعمل محضر لمدوحتي حبيبتي برجليها اللي اتكسرت ونبت حاله. انت اما تبتك. لا بقول لحضرتك ايه؟ حاسب الشبشب. انا اسفه جدا. البيت تحت امركم. البيت تحت امركم. مفيش اي مشكله خالص. بقولك ايه يا اما؟ ما تيجي كده نعمل فرح انا والواد صابر هنا في الشقه برحه حلوه وجميله. وماله يا خشلو؟ البيت واسع وحلو.
طبل على طبلي طب مين اللي طبل فضفضني طب مين اللي طبل على طبلي طب مين اللي طبل فضفضني تعال انا مش مجنون اسمع كلامي اهو مفهوم تعال انا مش مجنون اسمع كلامي اهو مفهوم انا مجنون في كل مكان بعدي وبعمل قلبان انا مجنون في كل مكان بعدي وبعمل قلبان ارجيك من كلام الساعه افكر جامده وجفاعه ارجيك